شكرا كابتن. غلابه ازاي؟ عشان كده ما وروش حاجه غير يفصل موظف غلبان، غير يرفض مدرب، يمسك نجم كوره في نادي الزمالك. وسمعنا كتير اسماء نجوم الزمالك عمل معاه واحد. انا كنت اسف، كان برنامجنا ان احنا لا نتعرض لاحد، وشفتوا انتوا كل البرامج ما بنجيبش سيره اي حد خالص ولا بنتكلم عليه. لكن بعد الموقف النهارده وانا في حل مع اي مسؤولين، والنهارده في اجتماع ليه هو مع الاجهزه، انا وقائمتي وكل المريدين اللي ضغطوا عليا هحضر الاجتماع النهارده. لما يطلع بره النادي ويجي لجنه محايده تدير نادي الزمالك المحترم، يجي الدكتور اسماعيل سليم، رؤوف بجاسر، حسن بيسار، يفيد رابطه الانتخابات اسبوع عشان الناس تاخد حقوقها. لكن المنظر السيء ده لا يمكن، مش موجود في اي حته. انتخابات الرئاسه اتعملت، انتخابات مجلس الشعب اتعملت على اعلى مستوى، انتخابات مجلس النواب اتعملت على اعلى مستوى، مجلس الشيوخ مفيش مشكله، الا نادي الزمالك، الا نادي الزمالك مش عارف ايه نادي الزمالك. فانا هنستاذنكم حضراتكم بس هنجتمع بالاداره، وانا اسف احنا ما كناش لن نتعرض لاحد من اول يوم خدنا العمليه الانتخابيه، لا نتعرض لاحد. لكن الموقف ده النهارده مش عديه، يعني تستغل عضو، بتستغل لاعب كوره، بطل افترى يا اخي. شايفين يا جماعه؟ الكلام في اسلوب اداره العمل، الموضوع لا يمكن يبقى بالطريقه دي. احنا القطب الرياضي الاول في مصر للتأثير الرهيب في المنتخبات المصرية. ازاي هنفضل ساكتين ان ده الوضع بتاعنا، الصورة بتاعتنا؟ موقف صغير جدا دلوقتي حالا، كان اللعيبة المحترفين الامريكان بتوع الباسكت كانوا خارجين وشايفين الكلام ده، هيروحوا يقولوا ايه في بلدهم؟ حلوة الصورة دي بتاعت نادي الزمالك لمجرد ان في انتخابات؟ كل اندية مصر عملت انتخابات، وبعض الانتخابات بيبقى فيها شوية مناوشات ومش، لكن للدرجة دي احنا مش طالبين اكتر من ان احنا العملية الانتخابية تدار باسلوب حيادي راقي، واحنا جايين نقول البرنامج بتاعنا. طبعا احنا بنعتذر على الرغم من البروفات اللي عملناها علشان نقول البرنامج بتاعنا، كل ده طبعا مش هنقدر نعمله دلوقتي، لكن هينزل بقى على السوشيال ميديا وهنحاول نوصله للناس كلها الفكر اللي احنا عايزين نعمله عشان نستعيد نادي الزمالك تاني. احنا كعادتنا احنا دايما بنقعد عشان نطلع بآراء، حتى وان اختلفنا جوه المكتب ده طبيعي جدا، لكن هو في مصلحة النادي في الاخر ومصلحة المجموعة. فاحنا قررنا دلوقتي واحتراما للدولة المصرية، احنا في الجمهورية الجديدة تاني، احنا في الجمهورية الجديدة الحيادية والشفافية واعطاء الفرصة وانتخابات حقيقية. احنا قررنا هنتواصل حالا مع معالي وزير الرياضة ومع مسؤولين مديرية الشباب والرياضة، وهنطلع لهم دلوقتي حالا للمطالبة بان احنا الاسبوع اللي باقي من الانتخابات ده يدار بحيادية، عن طريق لجنة، عن طريق الوزارة، عن طريق اي حد. لكن انا مش واخد فرصة حتى ان انا اعمل انتخابات، اعمل دعاية لنفسي، اوضح نفسي للناس. فاحنا الخطوة والقرار اللي خدناه احنا هنتواصل دلوقتي مع معالي الوزير ومديرية الشباب والرياضة، وهنروح لهم ونوريهم الوضع. واحنا تعمدنا ان يبقى فيه تقريبا لايف او تسجيل للواقع عشان ما يروحش يتقال انا سهلت كل حاجة، انا عملت كل حاجة، ما حصلش. وحضراتكم كلكم شاهدين، اشكركم. واحنا دلوقتي حالا هنتوجه ان شاء الله لو معالي الوزير موجود هنروح له دلوقتي حالا. شكرا.